أنا من أول يوم بهذه الساحة، ومطلبنا مطلب حق، هو إسقاط الطغمة، إسقاط النظام الفاسد، إسقاط كل إنسان متعدي على هذه الأرض، بلع اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض. فنحن من حقنا أن نوقف، ما نطلب منه، بلنا حقنا. وهذه الساحة إلها 6 شهور وشوي، يعني صرنا بلا نطبق 200 يوم قريبا، ونحن مطلبنا هو واحد. نحن مش بحاجة رغيف الخبز، ولا نحن بحاجة شيء، نحن مناكل الورق الشجر، نحن مناكل التراب، وما منقول جوعنا. نحن كرامتنا هي أبدأ من كل شيء، حريتنا هي كرامتنا، نحن حريتنا من هذا النظام الفاسد. Thank you.